ايه؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ هاي، ازيك؟ عامله ايه يا تسا؟ اخبارك ايه؟ انا كويسه الحمد لله. بقولك انا عازماكي النهارده على الحفله بتاعتي. عازمه ناس كتير جدا النهارده، وهعمل حفله جباره، فياريت بقى تيجي النهارده. اوكي يا سكارلت؟ طيب حاضر يا تسا. اوكي، ممكن بس تعملي ريجستريشن هنا؟ ايه ده، الموضوع لدرجاتي كبير؟ طيب خلاص اوكي، هعمل ريجستريشن وهسأل ماما وبابا واجيلك. اوكي طيب خلاص، انا هكون مستنياكي. كلنا هنلبس فساتين والولاد هيجوا برضو، فخلي بالكو. وهنبسط جدا كلنا مع بعض، هيكون في اكيد عشاء خفيف كده، يا رب ان هو يعجبكم. اوكي بجد ميرسي قوي، انا بحب جدا جدا الحفلات. اوهو، بقول لكم ايه يا جماعه، مش هتصدقوا، تسعة عزمتنا على الحفله، عامله حفله كبيره وعايزه تلم في المدرسه كلها. ايه بتهزري؟ الله، حلو جدا الموضوع ده. دي بتتكلم ان هي هتكون النهارده. يا نهار، ده انا ما حضرتش نفسي خالص، ولا انا كمان، بس مش مشكله عادي، انا حاضر. ولازم فعلا نشوف كلنا نلبس ايه. بقول لكم ايه يا جماعه، انا حاسبكم على عندي حفله كبيره جدا النهارده، مستنيكم كلكم تيجوا، انا فاكره ان انتوا تنبسطوا قوي. ايه ده؟ الله، طب كويس، حلو جدا موضوع الحفلات ده. ايوه الفصل كله جاي كمان النهارده، فخلي بالكم بقى والبسوا حلو. اوكي طيب، اوكي ماشي، مفيش اي مشكله. اكيد طبعا هيكون في اكل للناس اللي بتحب الاكل وكده. الله، اكيد هيكون في اكل. واو، ده انا كده هكون اول واحد جاي. هيكون في سناكس خفيفة وعصاير وحاجة ساقعة وكده. واو، الله، انا بحب جدا 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 الحياة دي. ووهو، بقولكم ايه، انا متحمسة جدا حفلة النهاردة دي، مش عارفة الصراحة البس ايه ولا ايه ولا ايه. وانا كمان انا قلقانة جدا، وكمان الولاد جايين، فدي حاجة هتكون مرعبة قوي. يا نهاري، كل الفصل معزوم يا بيا، متخيلة؟ انا مش قادره اصدق نفسي، دي هتعمل فعلا حفله كبيره جدا كده، احنا بقالنا كتير ما رحناش حفله كبيره قوي كده. اه يا جماعه، لازم ان احنا نجهز فعلا، ترى نعمل فيها ايه؟ انا قلقانه جدا لان تاسا دي متحبش تعمل حفلات اصلا ولا تعزم حد. اكيد انا حاسه ان في نيه ورا الموضوع ده. بقول لك ايه، انت سمعتي عن الحفله بتاعت النهارده؟ ايوه سمعت عنها يا فيليب. طيب ينفع تيجي معايا وتكوني انت الديت بتاعتي؟ ايه رايك انا وانت نيجي مع بعض؟ بص، مش عارفه، هشوف كده وبقول لك بعدين. انا ما بحبش كده. بقول لكم ايه يا جماعه، مين لسه ما عملش ريجستريشن؟ لازم كل حد يعمل ريجستريشن قبل ما يجي، عشان اكون عارفه كل البيانات بتاعته. اوكي طيب خلاص، ادينا كلنا عملنا ريجستريشن اهو يا تسا. فاضل لي كده هنا. بصي انا هجيلك كمان شويه. اوكي هعمل بس ريجستريشن، بس اسال ماما وبابا الاول. لا لا، ما تقلقيش، انتي اعملي ريجستريشن، وحتى لو ما جيتيش مش مشكله، يعني يبقى اسمك عملت ريجستريشن بس. طيب خلاص اوكي ماشي، اسمي بقى هنا من عائلة الطيور، وعندي 15 سنة او 14 سنة مش فاكرة. طيب خلاص اوكي كده، خدت كل البنات بتاعتك، ميرسي جدا يا هنا. العفو عليا تيزا، اشوفك بقى النهاردة. ووهو، بقولك ايه، بص يا نيكولاس، انا عملت الدنيا كلها وظبطت الناس كلها وعزمتهم كلهم. طيب ماشي اوكي، ما انا اعملك ايه يعني. بص انا عايزه اعمل مسابقه مختلفه جدا النهارده، وعازمه فعلا الفصل كله، فلازم ما تضايقش، ما تضايقنيش ولا تيجي ترخم عليا. لا يا ستي، ولا هاجي اضايقك ولا ارخم عليك، انا اقعد فاضي ماليش دعوه باي حاجه. طيب ماشي، عشان انا صارفه كتير جدا على المسابقه دي، لسه عايزه اجيب ستيج واخلي اللابتوب بتاعي شغال واجيب اغاني واعمل حاجات كتير. بقول لكم ايه، انا هنا مسؤوله عن الدي جي، هو في حفله كبيره النهارده هنا دي. ايوه بنتي عامله حفله. بقولك ايه، ده في ناس كتير جدا جم بره يا تسا، انتي عازمه الناس كلها ولا ايه؟ اه يا ماما ما تقلقيش، انا عازمه فعلا الناس كلهم. اوه بجد يا تسا، مش قادره اصدقك، احنا اتفقنا على عدد معين، ليه تعزمي الناس كلها؟ ابدا يا ماما، كنت عايزه فعلا ان انا اجيبهم، واتحمست قوي ان انا كنت عايزه ان انا ابسطهم يعني وكده. طيب خلاص ماشي يا تسا، ما نشوف اخرتها. بص انا عايز احط الستيج هنا، وعايزه اجيب سماعتين دي جي، وظبطت الاكل خلاص عشان يجي يعملوا كيترينج، وعملت كل حاجه. ووهو خلاص، فاضل الناس تيجي، وجبت لهم بقى، عملت اوردر على البيتزا وعلى الاكل. واو، هينبسطوا جدا بالبيتزا، هم بيعشقوا البيتزا اصلا. وجبت لهم بقى حاجه ساقعه. اهلا بيكم يا جماعه، منوريني في الحفله الفظيعه بتاعتي. ووهو، دي حفله فعلا كبيره جدا. ووهو
بص يا جماعة، احنا هنعمل بقى حفلة جامدة جدا وفيها فكرة مختلفة تماما. اولا احب ارحب بيكم في البيت بتاعي واقول لكم بجد منورينا النهاردة على المسرح. وتاني حاجة انا هقرأ هنا في اسمه بنات، بوكس هنا للبنات وبوكس للولاد، هقرأ الاسم بتاعهم واشوف البنات والولاد، ولو كل ولد وبنت هتطلع الورقة مع بعض عليهم ان هم يطلعوا ويبوسوا بعض على الستيج. ايه ايه للأسف دي؟ لا طبعا انا مش عايزة العب في المسابقة دي. ايه ده؟ ولا انا كمان، بس انا كان نفسي ابوس هنا قوي. ماشي يا جماعه اتفقنا، فهنشوف بقى كل ولد وبنت هيطلعوا على الستيج، المفروض ان هم يبوسوا بعض. اوكي هي المسابقه كده. ايه ده؟ انا مش عاجبني خالص المسابقه دي بيا بجد، ما بحبش الحاجات دي. دي حرام اصلا. طبعا انا كمان بقول ان هي حرام. يلا معانا اول واحد سكارلت وجون. ووو هيبوسوا بعض بقى دلوقتي. ووو ووو ايوه كده، ونحييهم. دلوقتي معايا بيا وبيتر. برافو. اوبا لا يا رب يطلع اسمي بقى مع مين. انا مش عايزه ان انا العب اللعبه دي اصلا، مش عايزه ان انا العبها، مش عايزه ان انا العبها. ودلوقتي هيجي الدور على مين، هنشوف بقى مع بعض. هيجي الدور، هقرا لكم دلوقتي، مستعدين؟ هيجي الدور على اسم مين، هنشوف دلوقتي. هانا وفيليبس، ديف وتسا. ايه فين صدق نفسي؟ ديف بيبوس تسا؟ لا مالك يا حبيبتي قاعدة بعيد عن الحفلة ليه؟ ابدا، اصل تسا بتبوس ديف وانا مش عاجباني الحفلة خالص، وانا مش عاجبني اصلا ان هي طريقة ان هي لازم ولد وبنت يطلعوا يبوسوا بعض والحاجات دي، بجد مش عاجباني خالص. متزعليش يا حبيبتي، طيب دي فقرة واحدة، بعد كده تخش بقى في المسابقة في بقية الحفلة وتلعبوا بحاجات تانية، ايه رأيك؟ لا انا فعلا مش عاجباني خالص وعايزة ان انا اروح. طيب خلاص تحبي اكلمك مامتك؟ ماشي اوكي. دلوقتي تسا بس ديف، ومعانا بقى دلوقتي ترتيب تاني، هنشوف بقى مين هيطلع دلوقتي معانا بقى مين. بقولك ايه يا عم، انت بجد بوست تسا دي حاجة جامدة جدا، ماني كنت عايزة ابوسها ولا حاجة. انا بقى المفروض ان انا هبوسها انا؟ ووهو لا طبعا، اكيد طبعا مش هتبوسها. معانا بقى دلوقتي هنا ومعاها فيليب. اهو انا طلعت اهو. هنا فين بقى يا جماعة؟ حد يناديلي هنا؟ هنا فين؟ مش عارفين هنا فين خالص يا جماعة. حد ينادلنا هنا؟ حد ينادلنا هنا؟ انا لازم امشي بقى عشان خاطر انا مش عاجباني المسابقه دي بجد، انا مش عاجباني خالص ومش هاجي هنا تاني اقول لهم ان انا مشيت. حبيبتي ابدا يا ماما، دي كانت فعلا مسابقه وحشه جدا وضايقت فيها قوي ومش عاجباني خالص. طب احكي لي اللي حصل. لا يا ماما مش هقدر ان انا احكي لك، وبجد كانت اوحش مسابقه رحتها في حياتي.